مرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه جمعية الأمل للمتقاعدين والمسنين بالعرائش لفائدة المتقاعدين وكافة أسرة التعليم بهذه المدينة العزيزة. هذا اللقاء بخصوص التعريف بخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية الذي يؤطره مشكورا السيد عبد العزيز التريد مسؤول جهوي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بتطوان. إن الجمعية ومنذ تأسيسها سنة 2017 تسعى جاهدة لتقديم خدمات وأنشطة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك انطلاقا من الشراكة التي تجمعها بالصندوق المغربي للتقاعد. كما أن الجمعية سطرت ضمن برنامجها السنوي مجموعة من الأنشطة المتنوعة ثقافية ورياضية وصحية واجتماعية بما في ذلك الرحلات الداخلية والخارجية. كما أن الجمعية نظمت بهذا الموسم عمرتين، عمرة خلال المولد النبوي الشريف عبر تركيا، ثم عمرة خلال موسم شهر رمضان المبارك. كما أن الجمعية مقبلة ابتداء من غد على تنظيم رحلة إلى مرزوقة الفول ومرزازات مراكش، رحلة لمدة 5 أيام لفائدة المنفردين. إن الجمعية تحاول أن تكون عند انتظارات الإخوة المنفردين والمنفردات، ونحن نعتبر هذا الإطار فضاء عائلي وأخوي، كما نتقاسم لحظات الفرح والحزن. كما تقوم الجمعية بتكريم واجب العزاء عند وفاة منخرطين أو قريبين له. والجمعية هي عضو بالجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين، ونحاول من خلال هذه الهيئة إيصال صوت المتقاعد للمسؤولين والمطالبة ببعض الحقوق التي حرمت منها هذه الفئة، كالحق في الترقية والزيادة في المعاش والإعفاء من الضرائب. إن هذه الشريحة التي أعطت الكثير للمجتمع وما زالت تعطي بنكران ذات تحتاج إلى من يلتفت إليها ويعترف بما أسدته من خدمة لهذا الوطن. مرة أخرى نجدد الترحاب بالضيوف الكرام والحضور الكريم كل باسمه وصفته، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء مثمرا ومفيدا. كما نشكر باسمكم جميعا السيد عبد العزيز التريد مسؤول جهوي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الذي حضر معنا ليؤطر هذا اللقاء. ندعو بالرحمة والمغفرة للمنخرطين وذويهم الذين رحلوا إلى دار البقاء.